الرئيس السيسي يعلن عن حزمه إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا تشمل المعاشات والبورصة. الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 حالة وخروجهم من مستشفى العزل. ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا. السابعة صباحاً الخميس بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة كورونا مبكراً وتم الاستعداد الجيد للأزمة. وخلال لقائه بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أشار الرئيس السيسي إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة. أكلمكم عن موضوع بيهمنا كلنا دلوقتي خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها، وهو طبعا الأزمة الخاصة بأزمة كورونا. والحقيقة يعني من غير ما أطيل عليكم، هي أزمة أنا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله. لم يعني يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم كله. إحنا بنتكلم النهاردة في أكثر من 177 دولة انتشر فيها هذا الوباء يعني. وبالتالي يعني تأثيراته هتبقى تأثيرات كبيرة جدا جدا. يعني أتصور أن هيبقى شكل العالم مختلف كتير عن قبل هذا الأمر، والتأثير الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى تأثير عميق جدا جدا، حتى مع الدول التي استطاعت أن هي تحتوي هذا المرض ويبقى في أقل حدوده، حتى ده لأن الأزمة الاقتصادية هي أزمة يعني عالمية، مش على قد التأثير والآثار اللي هيترتب عليه، مش بس تمس البشر، تمس حتى زي ما بقول كده الظروف الاقتصادية. وهنا عايز أقول إحنا في مصر يعني من أول ما ابتدت هذه الأزمة في تبان من خلال ما حدث في دولة الصين، وإن إحنا على طول تلبية للمصريين اللي كانوا موجودين في مقاطعة ووهان في الوقت ده، تم على طول تشكيل يعني مجموعة أو لجنة لإدارة الأزمة ديت، لأنها اعتبرنا دي أزمة يعني محتاجة مننا إن إحنا نعد نفسنا إعداد جيد ونجهز نفسنا تجهيز جيد لمجابهتها. أشاد الرئيس السيسي بالمنظومة الإعلامية في تغطية تداعيات أزمة الفيروس محليا ودوليا. الإعلام بيقوم بدور الحقيقة رائع جدا جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة. ده موضوع بيتم تغطيته بشكل جيد جدا. طب أنا يهمني إيه في الموضوع دوت هنا؟ إن إحنا كتبنا نفسينا ترتيب جيد، وبقول ترتيب جيد طبقا للمعايير العالمية. الدولة المصرية كانت دايما بتتعامل مع الأزمة أو استعدت للأزمة وبتتعامل مع الأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية في هذا الإطار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وده أمر يعني بقوله لكم دلوقتي وبقوله من خلالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني، دي دولة بتجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا، وإذا ما كانتش تتضافر كل جهود الدولة، مؤسستها، أجهزتها، المجتمع المدني، الشعب نفسه أو اللي هو المصريين بكل عناصرهم، كل دول لو ما حطناش إيدينا في إيدين بعض
واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم ومسؤول وجريء هنخسر كتير. وانا مش بقول كده يعني مش بخوفكم ولا حاجه، بس احنا تعودنا مع بعض ان احنا نكون صادقين وامناء. هذا وتقدم الرئيس السيسي بكل التحية والتقدير للقطاع الطبي في مصر على دوره في مواجهة فيروس كورونا، مشيدا في السياق ذاته بالحكومة في إدارتها لتداعيات الطقس السيء والذي ضرب البلاد مؤخرا، كما توجه الرئيس أيضا بالشكر للقوات المسلحة والداخلية، أيضا للإعلام لدوره في مواجهة الشائعات. باسم كل المصريين أتقدم القطاع الطبي في مصر، أطباء وأطقم تمريض، كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وكل الشكر. أنتوا بتخوضوا معركة زي الحرب دلوقتي خلاص، ويعني ده أمر مقدر، ويبقى ممكن يبقى فيه تضحيات زي ما أنتوا بتسمعوا في كل الدول. فده يعني دي معركة لكم فيها منا كل التقدير وكل الاحترام والاعتزاز، وهي زي ما قلت كده حرب انتم ابطلها. فانا بشكر كل من يعمل في هذا القطاع دلوقتي ويتصدى وبيتصدى وبيتعرض للاذى وللضرر نتيجه هذه المعركه. واكد الرئيس السيسي ان الدوله المصريه قد اخذت بالاسباب وبذلت كل الجهد لمواجهه فيروس كورونا، مشيرا الى ضروره اتباع كل الاجراءات والارشادات والتي تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس، لافتا إلى أن مصر ليس لديها أي مشكلة في توافر السلع الأساسية. ما عندناش مشكلة خالص وفي السلع. في السلع مفيش مشكلة في أي حاجة. ودايما في كل لقاءاتنا اللي أنتم بتشوفونا مع الحكومة وأعضائها دايما بيبقى دايما العنوان الرئيسي مع وزير التموين هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية. أبدا ما فيش أي حاجة من المواد الغذائية تقل احتياطية عن 3 شهور. مش كده يا دكتور مصطفى؟ بنتكلم على عايزين تتكلموا في أي سلعة أساسية، رز، زيت، سكر، يعني مش عايز أعدد الكلام ده. موجود. طب إحنا بنتكلب ليه؟ يعني نتكلب ونروح ننزل نجيب أكتر من حاجتنا ليه؟ وبالرغم كده إحنا يعني برضو هتجدوا السلع متوفرة، بس أنا أقصد أقول ما تحملش نفسك أعباء مالية تنزل تجيب حجم ضخم جدا تحطه في البيت وأنت مش محتاج تعمل كده. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المرأة المصرية الدعم لتجاوز أزمة كورونا، هذا كما دعا المصريين لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة 2 أسبوع، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد. إن الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته. فأنتم ما تستكتروش إن رد الفعل كده. النتيجة تبقى كده، ولكن خلونا نقعد 2 أسبوع على الأقل كده. يعني مزيد من الالتزام. مزيد من المسؤولية. مزيد من الجدية. أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين ان احنا نعبر 2 أسبوع على الاقل بان حجم المصابين او حجم الارقام المعلنه ما تزيدش كتير عن اللي احنا مش عايزين نوصل، ويمكن لارقام اكبر من كده. ليه بقول كده؟ التوصيف الطبي للموضوع او للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار. سريع الانتشار. وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 حالة وخروجهم من مستشفى العزل. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة
ووفاة 4 حالات، ليبلغ إجمالي عدد المصابين والذي تم تسجيله في مصر في بالفيروس 327 حالة و14 حالة وفاة. كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة والمتضررة في القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة عدد من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد. وتم خلاله اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة أو من مقترحات أخرى سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يخصص من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي لرسالة صوتية لشخص يدعي انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه قام بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية بمصر، والتي أفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية هو غير تابع للمنظمة، وأنها لم تكلف أي شخص بتسجيل رسائل صوتية. تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات وقائية مشددة. وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 330 ألف إصابة، وارتفع عدد وفيات الفيروس إلى أكثر من 14 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 99 ألفا. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز أمرا بإلزام المواطنين بالإقامة في المنازل ابتداء من 7 مساء وحتى 9 صباحا لمدة 21 يوما. وبحسب القرار فستقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق ذلك، مع استثناء القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص، واللذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة 2 أسبوع كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. أعلنت وزارة الصحة البحرينية وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 51 عاما. وذكرت الوزارة أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء. هذا كما أكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالة المصابة بالفيروس مستقرة فيما عدا 3 حالات تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية.
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن معظم الحالات الجديدة ترتبط بمسافرين قدموا مؤخرا إلى قطر، ومنها 5 حالات لمواطنين قطريين. أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أراضي سوريا، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون، وذلك لحين إشعار آخر في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا، وقال ترامب في مؤتمر لخالية الأزمة إن إدارته ستعمل على نشر الحرس الوطني في تلك الولايات. أيضا هناك نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن لنضمن بأن كل المسؤولين بأن يتحملوا، وطبعا الحرس الوطني يقومون بعمل رائع. وأيضا كان هناك خطة قد طبقناها، نعمل مع ولايات أخرى قد ضربت بقوة. يمكن أن تروا بأن هناك ولايات قد ضربت، وانظروا إلى الأرقام مثلا. وأيضا الحكومة الفيدرالية تنشر الحرس الوطني لوقف الفيروس وتفشي الفيروس حتى يتمكن الحكام هناك ليكونوا في القيادة، ونأمل بأنهم سيقومون بعملهم، وأنا متأكد من ذلك. لقد تحدثت مع العديد من حكام الولايات وقبل قليل، وهم سعداء بما نفعله. وتحدث ترامب أيضا عن أنه سيتم تقديم مساعدات طبية إلى نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا خلال 24 ساعة تتضمن أدوات طبية وغيرها. الحكومة الفيدرالية قدمت المئات من الأطنان من المخزونات والمدخرات، وولاية نيويورك تلقينا طلبها حيث تلقت مساعدات، والحاكم كوومو طلب منا وقمنا بسرعة بتلبية طلبه، ووافقنا على هذا مساء الجمعة، ونحن نعمل بكل طاقة حتى ننهي وننتصر في هذه الحرب. وطلب أيضا من ولاية واشنطن، أيضا تم الموافقة عليها قبل قليل فقط، وهناك مسار أسرعنا فيه. وأيضا طلب أيضا من ولاية كاليفورنيا، طبعا أيضا أسرعنا في الموافقة عليه، ونحن نعمل حتى يطبق هذا ربما في هذه الليلة. كما أن لدينا العديد من الإمدادات الطبية التي ترسل بناء على ذلك لتلك الولايات، ومن ضمنها مثلا الأقنعة والقفازات وبكميات كبيرة، وهي قدمت إلى واشنطن ونيويورك. وفي ختام كلمته بمؤتمر خالية الأزمة قال ترامب أن مواجهة كورونا هي بمثابة حرب مع عدو خفي. نمر باختبار كبير، وسنثبت بأننا، أود أن أؤكد للأمريكيين بأننا نقوم بكل ما في وسعنا لدحر هذا العدو المخفي. نحن في حرب، نحن في حرب، ونحن نحارب عدوا مخفيا. قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم اكتشاف أن أكثر من 30 ألف منهم نتائجه إيجابية. أكثر من 254 ألف مواطن أمريكي كانوا قد أجروا اختباراتهم وحصلوا على النتائج.
وهذا أكثر من 30 وكان 30 ألف منهم كانوا قد ظهرت نتائجهم إيجابية. إن هناك بعض الأفراد الذين لديهم بعض الأعراض، وهذه الأرقام تأتي بصورة متسقة، ولكن 254 ألفا الذين خضعوا للاختبارات، هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين أجروا اختبارات في المستشفيات، وهذا يعني أن 1 من 10 من المواطنين خضعوا للاختبارات، لكننا ماضون في طرح تلك الاختبارات والموارد والمصادر للشعب الأمريكي. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة يوم أمس. وقالت اللجنة في بيان أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81,093 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس 3,270 حالة وفاة. وأضافت اللجنة أن إقليم خوبي لم يسجل أي إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي. هذا فيما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 64 حالة جديدة من فيروس كورونا مقارنة ب 98 يوم أمس، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 8,961 حالة. وقالت وكالة يونهاب نقلا عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الوفاة قد بلغ 111 شخصا بعد تسجيل 7 وفيات، مشيرة إلى أن السلطات الصحية قد أكملت اختبارات مكثفة ل 500,000 شخص. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إغلاق جميع النوادي الرياضية ودور السينما والكازينوهات في البلاد لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وقال موريسون أمام البرلمان إن الإجراءات الصارمة على الصعيد الوطني ستبدأ اليوم لمدة 6 أشهر على الأقل، لكنه أضاف أنه يمكن إعادة النظر في الإطار الزمني إذا تغير الوضع الصحي. قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جوسيندا أردرن أن البلاد ستنتقل إلى أعلى مستوى تنبيه لمواجهة فيروس كورونا، وأعلنت في مؤتمر صحفي إغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب خلال 48 ساعة القادمة، ولفتت إلى أن نيوزيلندا تستعد الآن لعزل نفسها عن العالم. أعلنت الحكومة الألمانية دخول المستشارة أنجيلا ميركل في حجر صحي بعد مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت أن المستشارة ستخضع لفحص طبي خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت مصابة أم لا، مضيفا أنها ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي في المنزل من العاصمة برلين. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح جونسون أنه يجب إبطاء انتشار كورونا لإنقاذ آلاف الأرواح، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص سيطلب منهم البقاء بمنازلهم لمدة 12 أسبوع. تحركت الحكومة البريطانية لتعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا بعد قرار إغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات التمرينات الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض. المزيد في سياق هذا التقرير. منطقة ويستند أو ما يعرف بحي المسارح المزدحمة عادة في لندن بدت مهجورة بعد أن أمرت الحكومة البريطانية جميع الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما بالإغلاق وسط محاولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
الحكومة البريطانية طلبت بالفعل من السكان تجنب الاتصال غير الضروري مع آخرين، وحثتهم على استخدام وسائل النقل العام فقط في التحركات الضرورية. وعلى النقيض تماما، امتلأت الحدائق في لندن بأشخاص يتجولون ويركضون بها، كما استمر العمل في سوق بورتوبيل رود على الرغم من أن بائع المنتجات وبعض المتسوقين كانوا يرتدون كمامات وقفازات وسط تفشي كورونا. تأتي بريطانيا بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في انتشار الفيروس، لكن نظامها الصحي المجهد بالفعل يئن، حيث أعلن مستشفى لندن أنه لم يعد يستطيع استقبال المزيد من المرضى المصابين بأمراض خطيرة. وبعد مناشدة حكومية للشركات لإنتاج أجهزة تنفس صناعي لمساعدة أولئك الذين يعانون من كورونا، قالت بعض الشركات في المملكة المتحدة إنها على بعد أيام قليلة من إنتاج نموذج أولي. وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم هذه المناشدة للشركات بعد مخاوف من عدم امتلاك هيئة الخدمة الصحية الوطنية ما يكفي من أجهزة التنفس للتعامل مع عدد المرضى المتوقع أن يحتاجوا إليها مع زيادة عدد المصابين بالفيروس. أعلنت إيطاليا عن وفاة 651 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476 حالة. وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى أكثر من 59 ألف مصاب، شفي منهم 7024 فقط. أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا أن أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لهذا البلد هبطت في قاعدة عسكرية بضواحي العاصمة روما. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت أن طائرات نقل عسكرية ستقوم بتوصيل مساعدات طبية لإيطاليا لدعمها خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد. أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 30 حالة، وقد سجلت تركيا وفاة 9 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1256 حالة. وفي باكستان، نشد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شعبه بالالتزام بفرض الانضباط الذاتي في إطار مواجهة فيروس كورونا. وقال عمران خان إنه يمكن التغلب على هذا الوباء العالمي عبر الجهود المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تغلق البلاد كاملا نظرا إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والمستوى المعيشي الضعيف لأهالي البلاد. قال رئيس الوزراء الياباني جينزو أبي أن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خياراً إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب بشكل كامل. وأبلغ أبي البرلمان أن إلغاء دورة الألعاب ليس خياراً متاحاً. قالت لجنة الأولمبية الدولية أنها بدأت التجهيز لخطط بديلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن بينها التأجيل. وستقيم لجنة الأولمبية مناقشات مفصلة من بينها التغيير المحتمل لموعد انطلاق البطولة في 24 من يوليو، لكنها شددت على أن الإلغاء لن يحل أي مشاكل أو يساعد أي شخص.
إلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يعلن عن حزمة إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا تشمل المعاشات والبورصة. الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 56 حالة وخروجهم من مستشفى العزل. وترامب يعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بفيروس كورونا. بهذا نصل للختام، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.